السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخوتي الليبيين؟ تداول الفوركس، بنحكي شوية على اليورو دولار. صار في نقاش شوية حسب التحاليل، تو حسب المؤشرات حنشوفوا يعني مقاومات مؤشرات أي حاجة خاصة بالميتا تريدر. مثلا هنا تو احنا فتحنا على الفريم الساعة، شوف في فريم الساعة طبعا هبوط قوي، صاير هبوط قوي هي بتاريخ 4/12 الساعة 11 الساعة 11 الساعة 10 10 يعني توقيت الساعة 12 قريب، يعني فرق ساعتين توقيت جرينتش قريب، هي عندهم الساعة 10 وما تو احنا 12. على العموم فريم الساعة هني قريب نزل حتى هو 153 160 نقطة حاجة زي كده، اوكي 160 وارتد تاني. هذا فريم الساعة صار باتري على يعني وقت اخبار تمتاز استفتاء ايطاليا. نجي الفريم الأربع ساعات، بدأ في حيادية، ما فيش ترند لهبوط للصعود، بدأ فلات، يقولوا يسموه فيه فلات يعني محايد جانبي يعني الدايلي. شوفوا الدايلي شبه هبوط ضغط، هبوط قوي اليورو دولار. نشوفوا هنا تول الشمعات، هنا في عندهم مقاومات بلطة حتى فيها دعوة. طبعا هذا السعر يعني جهزت باتري في رسمة ثانية موضحة عن دايلي أكثر وأكثر. نجي نشوفها هناك، هذه هي هنا نشوفها الاستراتيجية دي، طبعا نسخة من الإعدادات الخاصة. نجي نشوفوا أول حاجة الخطوط الحمراء، ما اثنين هذا هذا خط هذا وخط هو هذا اللاين، هو 12758 1.6 412، وعندك الخط هو اللوتي اللي هو خط الدعم اللي هو خط 0.5560. طبعا اليورو دولار قلنا فلات ماشي بالجنب، محصور ما بين فوق المقاومات ومنطقة الدعم، قاعد ماشي بالجنب، الحركة بطيئة مازال مش واضح شيء. طبعا البيع والشراء في حالة اختراق المقاومات في المنطقة اللي فوق خط فوق خطوط مقاومة شراء، واللي تحت الخط الدعم بيع. طبعا الكسر يعتبر عن طريق شنو؟ عن طريق انه هو يتكون شمعة جديدة. لو هذه شمعة اليوم، هذه على الدايل يعني اليوم، لو تكونت شمعة اليوم تحت مستوى 0.5 هني حيكون في بيع، الهبوط حيكون إلى مستويات 0.4 0.3. وإذا تكونت الشمعة حتى هي فوق المستوى، طبعا هذا بعيد الاحتمال الآن، تكون فوق خطوط المقاومة هتكون في حالة شراء. طبعا نقاط الشراء هذو على الفريم الأربع ساعات شراء 0.7 750، وعلى الفريم اليومي عندنا 0.7 909، هذا يسموه نقاط على المدى البعيد. طبعا تكون حتى هما منين، لما نجي لأربع ساعات حنلاقي الخطوط هذه، الخطوط هي اللي درناها، هذه طبعا المقاومات هني، هذا كله ماشي بالعرض. هني المقاومات متكونة من هني، وهني الدعوم، في شيء اختراق، لو تم اختراق هني على النقاط الأولى دي، النقطة الأولى دي الشراء على الفريمز الأربع ساعات، هني مخترقة من هني، وطبعا ماشي ولا لا. لو يرجعها يعاود الكرة واخترقها فوق المنطقة حيكون في شراء. ونفس القصة بتفهم للنقطة الثانية على الدائري اليومي، حتى هي في هبوط، لو اخترقها فوق المنطقة هيكون في شراء ويصل. وعندنا حتى المؤشر هذا QQA، هذا المدامة للخطوط، هذا ال QQA والخط المنقط هذا الأحمر حتى هو، طبعا معدات بإعدادات. فعندنا تحت خط الخمسين، تحت خط الخمسين منطقة بيع، فوق منطقة الخمسين حيأشر لي هذا الخط الأزرق، أول ما يركب فوق الخمسين حيلحق الخط المنقط، لو لحقه معناها شني حيخش منطقة الشراء فوق الخمسين، وننتظر منها نقطة أو إشارة. المهم رينا احنا هني شنو في الخط الليمي هذاي، في رسومات الليمي يعني خطر على أزرق توضيح أكثر. يعني
عندنا الخط الليمي هذا درناه، هذا شنية، هذا الخط نقطة البيع المعلقة. ليش درنا بيع معلق؟ لأن أول ما يصل حيوصل هنا بيلقى المؤشر بتاعنا هبوط، حيلقى بيع أمر معلق 0.6300. هذا كيف يتنفذ؟ نجي نشوفه اللي ما يعرفش كيف، يعني كيف يعني بيع أمر معلق وهو قاعد نوصل هاش وبيركب فوق. كيف تنفيذ على الميتا تريدر؟ فرصة يعني إنه نوري الناس اللي تبي تتعلم في البيع الأمر المعلق. هو نديرو نيو أوردر بوينت واحد، نجي هنا شو نديرو بيندينج أوردر، نجي هنا باي ليميت لما بينزل بيركب، نديرو هنا سيل ليميت. ما هو سيل ستوب؟ سيل ستوب يعني شني؟ هو نازل والنقطة بعيدة عليها، هو نازل لها ياخدها وينزل. لكن لما نديرو سيل ليميت، سيل ليميت يعني السعر بيركب بيلقى قدام النقطة، هي متوقعين إن هو تريند هبوط حي ياخدها وينزل. هذا الفرق ما بين السيل ليميت. النقطة بتاعنا قداش اللي هي قلنا على 0.693، هو الخط الأصفر هذا اللي هو 0.693. نديروه في البرايس بتاعنا هنا ستوب لوز، ستوب لوز اللي هو 0.8. عندنا 0.8 0.9 0.8 0.7 0.9. اوكي نديرو ستوب لوز بتاعنا ونجو طبعا عليه الهدف. الهدف هي هو تحت المنطقة الدعم فيها، هذه يوصل الهدف بتاعنا هنا في البيع 0.5 0.6. اوكي هذا الهدف تارجت تيك بروفيت. بس اوكي اوكي 0.8 0.5 وسيل ليميت نديرو بليس. يبدأ يتنفذ الأمر، تنفذ الأمر عندنا. ممكن نلغي الخطوط، أوكي نلغي الخط اليمي للديليت، حتى هو الخط الأخضر ممكن حتى هو نديره للديليت. يبدأ واضح عندنا التي بي يتنفذ الأمر البيع المعلق سيل ليميت، وإحنا عندنا ستوب لوز 0.8 وعندنا الهدف بتاعنا التي بي. يبقى هنا عندنا أمر جاهز. لتو مش باين شيء، الحركة بطيئة ويبدأ شبه يعني محاصرين احنا السعر اللي بيحاصرين عليه، والله ما عنده وين يمشي فوق. الفريمات هما نقاط بعيدة المدى، يعني ممكن حتى الأسبوع اللي بعد الجاي يصل لها ميصلهاش مش معروف، لكن الهبوط هو الاحتمال الأكبر. والله أعلم، وإن شاء الله خير، لنا لقاء تاني في فيديو أو شرح تاني إن شاء الله.